تفضلوا معي. يلا يلا شنو خليك هني انا بروح معاها. بدك تاخذ فيجي بابي لجعله قدامي. انا ما ابي اروح معك. انت متى جايه معي؟ انت جايه حق الدكتور. تفضلي. ما ابي ماشي قدامي قدامي. يا دمر انت يا روحي انت يا قلبي انت يا بعد شبدي انت. وش فيك قاعد انت؟ ما تنامين؟ حبيبي ما اعرف انام وين انت قاعد. لا صدق والله؟ تبيني اصدقك ها؟ ادري فيك كذابه انت. انا كذابه؟ والله حرام عليك. حرام عليك؟ يلا 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 قومي 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 خلينا ننزل تحت خلينا اشوف حمد وصل ولا لا. قال لي يطول المشوار بس ساعة تأخر ساعتين. قومي قومي يلا قومي. زين تسأل علي. يلا قومي اتصل علي قومي يلا. اضطراب نفسي؟ يعني طلعت مجنونة. يا زين ما اخترت. هذا بتجيب منها ولد؟ حندة بخيلي. شلون اتصرف قولي لي؟ ما سامحك يا يبا. انا اللي بتصرف. خلها علي. بس ها مو بعدين توقف ضدي. اليوم بحل الموضوع. الحمد لله دكتور طمنا عليها وقال ما فيها الا العافيه. الحمد لله على كل حال. لا سلامتك يا يبا. من امتى من امتى قمتي تحبينها يعني؟ استغفر الله. انت دائما ظالمني على فكره. عموما براحتك انا بروح داري ما سويت اللي علي. رزين اخذيني معك. حبيبتي بعد عمري تعالي تعالي معي تعالي يا قلبي. شو السالفة انتو سويتوا فيه؟ من متى رزن تحبه؟ يبا خزن مو زفخة. لسانها اللي زفخ. لسانها بس ولا قلبها ابيض مسكين. ايه صح. انت الحين جاي تعلمني وتعطيني معلومات عن زوجتك. انا ابو دارك انا خبره في زوجتك. خبره تفتح العينين. يبا اسمع الكلام اللي قاله الدكتور. بعد ما كشف على مناخ اكتشف انها مغيضه فيها مرض اسمه اضطراب نفسي. ايه حتى يقول هالنوع من الأمراض يا نهايته إن المغيض ينتحخ أو يؤذي الناس اللي حوالينا بنفس المكان. يعني لازم ناخذ بالنا. اضطراب نفسي؟ إيه اضطراب. ما أشوف البنية مو قاعدة تنام بالليل فجأة تقوم من النوم وتصاخ بيذبحوني اللي لحقوني وتجي فجأة تقولك أنت تدغي. نفس ذاك اليوم خشت على وجهي ماي تلفتني مجنونة ما تنام عدل تخاف من ظلها
مضطربة مضطربة البنية. لحو زين هذا شلون يعني شلون يعالجونها يعني؟ للأسف شباب العلاج يستمخ فترات طويلة ياخذ له وقت ما ادري شو اسوي. أتي عليك اقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك ما اقدر ابوي من دمي ولحمي دبستني وغطني صح زوجتني واحدة مضطربة مجنونة ما ادري شلون بقى شو وياها هذه يمكن تذبحني ثاني الليل الله يستخ الله يستخ من هالمغض اللي ما انا عارف شنو اخرته. يا خبز دخك من نورة حياتي حبيبتي خليك هني ها والتحركين ناموا؟ ايه ناموا. زين راقب انت الوضع لما اسوي انا الدواء اوكي؟ زين. ها؟ انتي متأكدة ما راح يصير فيها شيء؟ ايش فيك؟ خلاص لا تحاتي. انا مو قلت لك الموضوع عندي. اهدى بس اهدى، اهدى واقعد. منار 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 قومي يا حبيبتي قومي. ايش فيك؟ يا حبيبتي عطني شربي. شنو هذا؟ هذا دواء. انا ما ابي. ليش وبكيفك؟ انت مو مريضة. امي 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 شفتي لا تشوفين شيء ما يسرك فاهمة ولا لا؟ حمد حمد الله يخليك خليها توخر عني ما ابيها وخري. حمد الله يخليك خد توخر وخري. يا حبيبتي يا حبيبتي انت فاهمه غلط قلبي سمعيني بس سمعيني حمد انت مو تو جايه من عند الطبيب مو تو جايه من المستشفى هو مو قال انك مريضه هذا دواء عشان تصيرين احسن. اي بس انا ما فيني شيء انا مو مريضه حمد الله يخليك خلاص ما ابي شيء انا. شغبي لا تخافي وي بس هذا مر كملي عادي ما يسوي شيء. يلا حبيبتي يلا شربي علشان خاطر حمد يلا شربي كملي كملي بعد شوي بعد شوي